بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. قال رحمه الله: الثالث، يعني النوع الثالث من أنواع الخيار في البيع، خيار الغبن، أي الخيار الذي سببه الغبن. والغبن معناه الخديعة، لأن دين الإسلام جاء بالصدق والوفاء، وذلك عام في البيوع وغيرها. فالإسلام مبني على الصدق مع الله والصدق مع الخلق والوفاء مع الله والوفاء مع الخلق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود جمع عقد، وهو كل ما يتعامل به المسلمون فيما بينهم أو فيما بينهم وبين غيرهم. الوفاء بالعقود أمر واجب، ومن الوفاء بالعقود الصدق فيها، لأن لا يكون فيها خديعة من أحد الطرفين للآخر. فإذا وقع فيها خديعة فهذا مما يثبت الخيار للمخدوع. تكون الخديعة بزيادة الثمن، وتكون الخديعة بإخفاء العيب، وتكون الخديعة بالتدليس في المبيعات. فالإسلام ليس فيه خديعة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والأدلة في هذا كثيرة. فإذا وقع في البيع غبن، أي خديعة
وزيادة في الثمن زائدة عن العادة، زيادة غير معتادة بين أهل السوق، فإن هذا غبن. أما ما جرت العادة للتغابن به فلا بأس به، لأن البيع والشراء يقصد به طلب الرزق، فإذا وقع غبن معتاد فهذا لا يثبت الخيار. أما إذا وقع غبن غير معتاد فهذا هو الذي يثبت الخيار، لأنه يخالف المعاملات الصحيحة بين المسلمين. نعم. الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. غبنا يخرج عن العادة، هذا هو الضابط، لأن الشارع جاء بإثبات الخيار للغبن ولم يحدده، لم يحدد الغبن، فيرجع فيه إلى العرف، عرف التجار، فإذا عدوه غبنا يثبت الخيار، وإن لم يعدوه غبنا فلا خيار. إذا كان غبنا يسيرا إذا جرت العادة به. غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. يثبت خيار الغبن في ثلاث صور. الصورة الأولى في تلقي الركبان أو تلقي الجلد، فإذا خرج وتلقى الركبان الذين يجهلون السعر في السوق أو الجلد واشترى منهم هذا منهي عنه، يتركون يدخلون السوق وينتفع بهم أهل السوق، فإذا تلقاهم واشترى منهم حرم أهل السوق. وأيضا إذا تلقاهم واشترى منهم خدعهم، لأنهم لا يعرفون السعر، فإذا باعوا عليه ثم دخلوا السوق ووجدوا أنه قد غبنهم فلهم الخيار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلد. وفي رواية: لا تلقوا الركبان. فمن تلقاه فسيده، يعني صاحب السلعة، بالخيار إذا أتى السوق، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فتح دفعا للضرر عنه. هذه الصورة الأولى، إذا تلقى الركبان وغبنهم غبنا يخرج عن العادة، فالركبان إذا وصلوا إلى السوق وعرفوا أقيام السلع وأدركوا أن الذي تلقاهم قد غبنهم فلهم الخيار بين أن يمضوا البيع وبين أن يفسحوا ويأخذوا سلعهم، وذلك دفعا للضرر عنهم. هذه صورة. الصورة الثانية، يثبت خيار الغبن بزيادة الناجش، والناجش هو الذي يسوم السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن، يحضر واحد للحراج ويزود وما له رغبة في السلع، لكن يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن،
هذا حرام، هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، لأن هذا في ضرر على الناس. فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخيار، فإن للمشتري الذي اشترى السلعة بناء على زيادة هذا المتطفل وهذا المفسد، اشترى السلعة بناء على كونه وهو لا رغبة له في السلعة، إن له الخيار بين الإمضاء أو الغبن إذا كان الغبن فاحشا، سواء كان هذا الناجش متفقا مع صاحب السلعة يريد يفزع له، أو كان غير متفق معه، فإنما جاء وأراد أن يكدر على الزبائن. الخيار يثبت بسببه للمشتري، فقد يتفق أهل السوق أو أهل السن مع واحد يقولون له زود، يتفق أهل السلع مع واحد يقولون له زود ولو ما نكرابه علشان ترتفع أقيام سلعنا في السوق، ويفعل هذا حرام. وقد يتفق أهل السوق فلا يزيدون في السلع، ما يزيدون ويجعلون واحد يصومها ولا يزودون عليه من أجل أن يضطر صاحبها إلى البيع بثمن رخيص على هذا الذي يصومها. فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخيار، لأنهم خدعوا، يتفقون ويسكتون ويخلون واحد يصوم السلعة ولا يجي أحد يزود عليه، ثم إذا اشتراها اشتركوا فيها لأنه اشتراها رخيصة فيشتركون فيها، هذا حرام. وإذا ثبت هذا فلصاحب السلعة الخيار، لأنهم خدعوه فنقص ثمنها بسبب مواطأتهم ومكرهم، وكل هذا حرام، سواء كان من طرف ثالث أو كان هذا النجس من طرف الزبائن فيما بينهم تواصل، كل هذا حرام ونجس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت الخيار للمغبون من البائع أو المشتري، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه زيادة الناجش. الصورة الثالثة من صور خيار الغبن زيادة المسترسل، والمسترسل هو الذي لا يعرف قيام السلع، يزود فيها وهو ما يدري، أو يقول له صاحب السلعة ثمنها كذا وكذا، يقول عطني إياها وهو لا يعرف قيام السلع، يصدق صاحب السلع فيبيعها عليه بحده هو، أو يقول يكذب عليه يقول سيمة كذا وكذا وهو كذاب، وهذا غير ما يدري، يأخذها بناء على كلام صاحب السلعة. هذا هو المسترسل، يعني المنقاد الذي كل يأخذ بقياده
لأنه غر ما يدل. هذا إذا ثبت أنه مغبون غبنا يخرج عن العادة فله الخيار. نعم. المسترسل يقولون هو الذي لا يحسن المماكسة، لا يحسن المماكسة يعني لا يحسن المساومة، بل يأخذ الشيء على طول بناء على كلام البائع، ما يقول خفض لي كذا خفض خفض، ما يحسن هذا الشيء. هذا إذا ثبت أنه مغبون، خصوصا الأطفال والنساء والذين لا يعرفون البيع والشراء، إذا ثبت أن هذا كله يسمون مستبد يعني منقاد، إذا ثبت أنهم مغبونون فلهم الخيار. نعم. الرابع عدو. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، هذا هو ضابط الخيار. الغبن إذا كان الغبن يخرج عن العادة ولا يقدر بالربع أو الثلث أو بل يخرج عن العادة، لأن بعض العلماء حدده إذا كانت الزيادة تبلغ الربع، بعضهم حددها إذا كانت الزيادة تبلغ الثلث، قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، بعضهم حددها إذا كانت تبلغ السدس، وكل هذه التحديدات لا دليل عليها، فيرجع إلى العرف. غبنا يخرج عن العادة عند التجار. نعم. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. ذكر صورتين في المثل، الناجش والمسترسل، والصورة الثالثة وهي تلقي الجلب، هذه ذكرها الشارع وجاءت في الأحاديث الصحيحة. نعم. الرابع خيار التدليس. الرابع من أنواع الخيار خيار التدليس، والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه أن صاحب السلعة يزورها وينمقها ويظهرها بمظهر السلعة الجيدة السليمة من العيوب، فينخدع المشتري ويظنها سليمة بناء على ظاهرها وتزويقها. مثلا يجي يصبغ السيارة، يصبغها وينمقها وتظهر كأنها ما استعملت، كأنها جديدة وهي تلفانة من الكد، وفيها الكسور والضروب، لكن يجي عليها وينمقها ويظنها الزبون انه ما شاء الله انه جديد في اول عهد، او يجي على البيت ويصبغ بويات او جص او ويخفي الصدوع التي في الجدران والعيوب التي في الاساسات، ويدخل البيت يقول ما شاء الله جديد هذا، وهو معيب، لكن هو قام عليه ولمقه دلسه حتى أصبح كأنه سليم 100%، يشتري بناء على ذلك، ثم يتبين في عيوب، هذا يثبت الخيار لأنه خدعه وغرق، هذا هو التدليس والتغرير بالناس. يجب الصدق وأن يبين حقيقة السلعة وأنها فيها عيب كذا وكذا وأنها مستعملة، وأنها يبين ما يكتم العيب، يعني التدليس يقولون على قسم
القسم الأول أنه يخفي العيوب التي فيها ولا يذكرها وهو يعرفها، هذا التدريب. القسم الثاني أن يزوق السلعة ويظهرها بالمظهر الذي يروق للزبائن وهي بخلاف ذلك، وفي كلا الصورتين هذا حرام، ويثبت للمشتري الخيار إذا تبين أن هذه السلعة ليست على ظاهرها أو أن فيها عيبا أخفاه عنه ولم يخبره به. نعم. الرابع خيار التدليك كتسويد شعر الجارية، هذا من التزويق لعار جارية يعني مملوكة للبيع، يجي يسود شعرها يصبغ يصير أسود كأنها شافة وهي كبيرة السن، يصبغ بالسواد ويصير كأنها شافة وهي ليست كذلك كبيرة السن، تسميد شعر الجارية. ومثله السيارة ومثله البيت ومثله كل سلعة تزوق وتظهر بغير حقيقتها. نعم. كتسويد شعر الجارية وتجعيده. وتجعيده يجعل الشعر جعد يعني متعفرش، لأن هذا يدل على القوة، والجعد ضد السبط، السبط هو الذي يمتد، هذا يدل على الضعف. إذا كان شعر الجارية مسترسل وسبط هذا دليل على ضعفها، وإذا كان متجعد يعني متعقد فهذا دليل على قوته، وهو يجي يعمل عملية في الشعر يصير متجعد وفي الواقع سبط ما هو متجعد. نعم. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. ومن التدليس جمع ماء الرحى، هذا في الزمان الأول ولا يزال الظاهر إلى الآن، يركبون الرحى يركبونه في الأنهار الشلالات، يركبونها على الشلالات التي يصب الماء فيها، ثم الماء إذا صب بقوة يدور الرحى وتطحن، يدور الرحى يديرها بقوة فتطحن البر والحبوب، وإذا كان الماء ضعيفا صارت تدور دورانا ضعيفا، هو يجي ويحبس الماء، ثم إذا جاء الزبون أطلق الماء ودفق بقوة تحرك الرحى بسرعة، فيظنها المشتري هذه طبيعته، هذه طبيعته فينخدع ويشتريها، ثم إذا اشتراها والماء عاد إلى أصله صارت تتحرك ببطء، فيكون هذا عيبا فيها. نعم. وجمع ماء الرحى وإرساله عند ماء الرحى التي يديرها الماء النازل من الشلال. نعم. وإرساله عند عرضها يعني يطلق الماء عند عرضها من أجل يصب بقوة فتدور الرحى بسرعة فيظن أن هذا الماء دائما كذا هو محبوس، وكذلك من هذا الباب المصرات من الدواب في عرض شاة للبيع أو بقرة للبيع أو ناقة للبيع، ويجمع حليبها في ضرعها يخليها عدة أيام ما يحلبها حتى توفر الحليب في ضرعها، ويقول هذه دابة حلوب شوف ضرعها كبر احلبوا شوف كثرة الحليب،
وهو في الحقيقة ما هو هذا أصلها. صحيح أنه وجد فيها حليبا كبير ووجد ضرعا كبير، لكن ما هو هذا الأصل، هذا نتيجة لأنه لم يحلبها من أيام، هذا ما يسمى بالتصريع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشترى شاة أو بقرة وجدها مصرات فله الخيار بعد أن يحلبها، له الخيار بين أن يمسكها وله أرش العيب، أو يردها ويرد معها صاعا من تمر بدلا عن الحليب الذي حلبه. نعم. الخامس خيار العيب. نعم. وهو ما ينقص قيمة المبيع. كما خيار التدليس. خيار التدليس انتهى. الخامس، النوع الخامس من أنواع الخيار، خيار العيب الذي أخفاه البائع، العيب الذي أخفاه البائع على المشتري أو ما أخفاه، ولكن بعد ما اشتراها وجدها معيبة والبائع ما درى فيها عيب ولا أخفاه، لكن إذا درى وأخفاه فإن هذا أشد. المهم أنه اشتراها وبعد ما اشتراها وجد فيها عيبا مصاحبا لها من قبل العقد، هذا العيب فيها من قبل العقد، إما أن البائع علم به وكتمه، وإما أنه لم يعلم به ولكن تبين، فحينئذ يكون للمشتري الخيار بين أن يمسكها ويأخذ أرش العيب، وبين أن يردها على صاحبها ويأخذ الثمن كله ويفسخ البيع نفعا للضرر. نعم. الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع. ضابط العيب ما ينقص قيمة المبيع، لا ينقص قيمة المبيع. فإن كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فإنه لا ضرر على المشتري، فالعيب يقولون هو ما ينقص العين أو ينقص الثمن، هذا هو العيب، ينقص العين كالعرج والمرض الدابة، هذا ينقص عين المبيع أو ينقص القيمة، العين تامة لكنها تنقص قيمتها، في كل الحالتين يثبت الخيار للمشتري دفعا للضرر عنه. نعم. خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع. فإن كان هذا العيب لا ينقص قيمة المبيع فلا خيار للمشتري، أنه لا ضرر عليه. نعم. وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه، كمرض المبيع، دابة مريضة، هذا المرض ينقص القيمة. نعم. وفقد عضو أو سن، هذا ينقص ذات المبيع، ينقص العين، كفقد عين أو فقد سن من أسنان الدابة، هذا نقص في العين فيثبت الخيار. نعم. أو زيادة هما، أو زيادة عضو، زيادة عضو في المبيع كأصبع زائدة أو سن زائدة، هذا عيب. نعم. وزن الرقيق، أو يكون المبيع فيه صفة ذميمة، كأن يبيع رقيقا يعني عبدا، فيتبين أنه يزني، أنه غير عفيف،
هذا عيب ينقص القيمة. نعم. وسرقته أو أن هذا العبد يسرق، عادة أنه يسرق ولم يبين البائع هذه الخصلة فيه، هذا عيب ينقص قيمته لو عرضه للبيع. نعم. وإباقه، وإباقه هذا العبد من عادته أنه يفرق عن سيده، ولا علم المشتري بهذا، ما علم المشتري أنه يهرب من مالكه، هذا عيب فيه. نعم. وبوله في الفراش، أو يكون هذا العبد يبول في الفراش، فيه مرض ما يمسك البول، وهو قد بلغ لكن ما يمسك البول، هذا عيب. أما إذا كان يقول في الفراش وهو صغير ما بعد بلغ، هذا ليس عيبا، لأن من عادة الصغار أنهم يبولون في الفراش، إنما البول في الفراش يكون عيبا من البالغ. نعم. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشفه. إذا علم المشتري العيب بعد، أي بعد ما قبضه، فهو بالخيار، إن شاء أمسكه وله الأرش، يعني قيمة النقص الذي فيه، بأن يقوم وهو سليم ويقوم وهو معيب، فما ظهر من الفرق بين القيمتين هو الأرش. نعم. يأخذه المشتري مع إمساك المبيع المعيب تعويضا عن النقص. نعم. أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، يعني نعم يقوم وهو سليم لا عيب فيه، كان يقوم وهو سليم بعشرة، يقوم وهو معيب بتسعة، لا يكون الأرش العشر، مقدار العشر. نعم. أو رده وأخذ الثمن، إلا مما أن يمسكه وله الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو يرده ويأخذ الثمن كله. نعم. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش، إذا كان ما يمكن رد المبيع لكونه ماتت الدابة أو العبد، فهنا يتعين الأرش، في المشتري، لأن الرد تعذر، وكان له أحد أمرين، فلما تعذر أحدهما تعين الباقي وهو الرد، تعين الباقي وهو أخذ الأرش، والرد تعذر، ما يمكن، ماتت الدابة أو ما، أو باع المشتري، باع السلعة التي فيها العيب وهو ما درى فيها عيب، ما درى، فحينئذ صارت مهيب على ملكه. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هندي، لم يعلم، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرش، وإن رد. تقدم لنا أنه يجوز بيع ما مأصوله في جوفه، مثل البطيخ، مثل البيض، لأنه لو كسر خرب، يباع بقشره
تباع بكسره لأنه أصلح له، وإن كان مجهولا لكن يتسامح في هذه الجهالة لأنه لا ينبع إلا هكذا. فلو اشتراه ثم بعدما فسحه وجد أنه لا يصلح خربان، وجد البيض خربان أو جوز الهند الذي يكسر ويشرب ماؤه وجده خربان من داخل ما يمكن الانتفاع به، أو شرى البيض بيض الدجاج وبعد ما كسره وجده فاسدا، حينئذ ما مأكوله في جوفه إذا اشتراه ووجد به عيبا فهو على قسمين: القسم الأول ما يكون لمكسوره فائدة كجوز الهند وبيض النعام، هذا ينتفع بغلافه، أواني يصلح أواني، جوز الهند إذا كسره يصبح كأنه إناء يستعمل، بيض النعام كذلك لأنه صلب قوي وإذا تبقى منه بقية تصلح للاستعمال، أواني يستعملها الناس. فهذا له أن يمسكه بأرشه وله أن يرده، ويرد أرش الكسر، يرد مع للمسجد الباي عرش الكسر لأنه أفسده عليه. نعم. وأما إذا كان ليس لمكسوره فائدة كالبطيخ والبيض بيض الدجاج، هذا مكسور ما له فائدة، هذا يرد كله يأخذ الثمن لأن المكسور ليس فيه فائدة. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، يعني أمسك المكسور، أمسك المكسور لينتفع به وهو الغلاف. نعم. وإن رده رد أرش كسره، وإن رده على البائع وأخذ الثمن فإنه يخفض منه كسر هذا الشيء. نعم. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، وإن كان كبيض دجاج وهو ما ليس لمكسوره فائدة كبيض الدجاج والبطيخ وذلك، فهذا لا فائدة فيه، يأخذ الثمن كله. نعم. وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا، خيار العيب متراخي، إذا علم بالعيب فله الخيار، ما نقول لك الخيار اليوم أو هالساعة، بل له الخيار متراخيا ما لم يوجد دليل الرضا منه، ولو رده بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة فله ذلك، أما إذا وجد دليل الرضا بأن استعمله بعد ما علم بالعيب استعمله فهذا سقط خياره، لأن تصرفه فيه بعد علمه بالعيب دليل على رضاه به ويسقط خياره. نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. نعم. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، له أن يفسخ ولا يحتاج إلى الرجوع إلى القاضي إلى حكم حال، لأن هذا حق جعله الله له، فله أن يفسخ ولو لم يحكم به الحال، إذا ثبت العيب فله الفسخ. ولا يشترط رضا الطرف الثاني يعني البائع، يعني ما يرده إلا إذا رضي البائع، لا، لأن هذا حق للمشتري ما
للبائع فيه دخل، فله أن يفسخ ولو لم يرضى، أو كان البائع غائبا فهو موجود في البلد، فله أن يفسخ ولو كان البائع غائبا، لأن هذا لدفع الضرر عنه. نعم. ولا يفترق ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، إلى حكم حاكم يعني. نعم. ولا رضا، ولا رضا الطرف الثاني. نعم. ولا حضور صاحبه، ولا حضور صاحبه لو كان غائبا، فللمشتري أن يفسخ، المشتري أن يفسخ، وإذا جاء من غيبته يطالبه بالثمن. نعم. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه، إذا اختلف عند من حدث العيب، لا صحيح السلعة معيبة لكن العيب هذا حادث عندك بعد ما شريتها، وقال المشتري لا العيب هذا حادث فيها قبل البيع وهي عندك، من يقبل قوله؟ ننظر، فإن كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فيؤخذ بقوله، مثلا وجد فيها أصبع زائدة، هذا لا يحتمل أنه وجد بعد البيع، الأصبع الزائدة هذه قديمة، أو وجد فيه جرح مندمل، جرح مندمل ومنتهي، فهذا دليل على أنه حادث عند البائع أو عند المشتري، أو العكس جرحه طري يدمى، وقال المشتري هذا حادث عندك، قال البائع لا هذا حادث عند المشتري، فهذا يقبل فيه قول البائع، لأن الجرح اللي الطري هذا لا يمكن أنه موجود في المبيع وقت العقد، إنما هو جديد، فإذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما قبل، سواء قول البائع أو قول المشتري. ومثلنا بالجرح، الجرح المندمل الذي انتهى وشفي هذا لا يحتمل إلا أنه عند البائع، الجرح الطري الذي يثعب دما هذا لا يحتمل إلا أنه عند المشتري، فيقبل قول البائع أنه حدث عند المشتري. أما إذا كان العيب محتمل ما يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري، محتمل، فالقول قول المشتري مع يمينه، القول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم. نعم. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه، إذا كان لا يحتمل أنه عند البائع ولا يحتمل أنه عند المشتري. نعم. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما. نعم. قبل بلا يمين. نعم. إن لم يحتمل إلا قول أحدهما كما صورنا من الأول، عبد به جرح مندمل ومنتهي، هذا قرين على أنه عند البائع فيقبل قول المشتري، بالعكس جرح يثعب دم طري هذا دليل على أنه حدث عند المشتري فيقبل به قول البائع. نعم. السادس، خيار في البيع بتخبير الثمن. السادس من أنواع الخيار، خيار يثبت بالتخبير بالثمن. إيش هذا تخبير بالثمن؟ يقول بعت هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها، بعت هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها وهي كذا وكذا، 100 ريال 1000 ريال، أبيعها عليك مثل ما اشتريتها. إلا كم اشتريتها أبوك؟ ما فيه إلا أخباره، قال مشتريها ب100 أو مشتريها ب1000 أو 100 ألف، هذا معنى التخبير، لأنه يتوقف على خبر خبر البائع، قال أنا شاريها اشتريتها منك بالقيمة التي اشتريتها أنت بها، صدقه
ثم بعد ذلك البائع يخبر بالقيمة التي وقع عليها العقد، وهذا يثبت في ثلاث صور: في التولية كان يبيعها عليه برأس ماله، هذه التولية، التولية أن يبيعها عليه برأس ماله، وقال رأس مالي فيها 100 ريال، خلاص لا اشتراها ب100 ريال بناء على خبر البائع. والشركة كأن يقول: أنا شريت هذه السلعة، اشترك معي فيها بالنصف وتدفع من القيمة بقدر ما اشتريتها أنا بها، خلاص أنا أدخل شريك معك بالقيمة التي اشتريتها بها، هذه الشركة أدخله معه بالقيمة التي اشتراها بها، وبالمرابحة يعني 4 صور: بالمرابحة قال: أبيع عليك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها به وربح 10 ريالات، قال خلاص شريت بالقيمة التي شريت وأربح 10 ريالات. أو الرابعة المواضعة، قال: أبيعك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها ونقص لك 10 ريالات، قال خلاص اشتريت بالقيمة التي اشتريتها بها وتنقص لي 10 ريالات. هذه المواضعة، المواضعة 4 صور: إذا التولية، الشركة، المرابحة، المواضعة. فإذا تبين أن البائع كاذب في إخباره، كاذب في إخباره، ما جاب الحقيقة، فللمشتري الخيار في هذه الصور الأربع: البيع بتخبير الثمن، بتخبير البائع بالثمن، يعني يعتمد على خبر البائع في تحديد الثمن. نعم. متى بان أقل أو أكثر؟ متى بان أقل مما أخبره به أو بان أكثر مما أخبره به فله الخيار دفعا للضرر عنه. نعم. ويثبت في التولية، أي واحد، التولية هي البيع برأس المال. نعم. والشركة، الشركة قال: شاركني في هذه السلعة وعليك من القيمة قسطك من القيمة التي اشتريتها بها. نعم. والمرابحة، والمرابحة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وربح 10 ريال. نعم. والمواضعة، والمواضعة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها ونقص لك 10 ريال. نعم. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، يحدد له، يخبره برأس المال كم. نعم. يخبره وقت العقد. نعم. وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، إذا تبين أن المشتري اشتراها بهذا الثمن لكن هذا الثمن له ملابسات خاصة بالبائع، له ملابسات خاصة بالبائع، زود الثمن من أجل هذه الملابسات، كان اشتراها. نعم. وإن اشترى بثمن مؤجل، اشتراها بثمن مؤجل ولا بين للمشتري، قال: أنا اشتريتها ب1000 ريال، المشتري يظن أن 1000 ريال حالة، في حين أنها مؤجلة ولا أخبره بذلك، لأن المؤجل أكثر من الحالة. فإذا تبين أنه شراها بثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري فله الخيار. نعم. أو ممن لا تقبل شهادته له، أو حاب، تبين أن المشتري، أن البائع، تبين أن البائع اشتراها بثمن فيه محاباة،
يعني اشتراها لابنه، ما في شك انه العاطفة تحمل على أن يشتريها بثمن زائد، ولا بين هذا للمشتري، ما بين هذا للمشتري إن فيه محاباة، هذا تغريب. نعم. أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو تبين للمشتري أن البائع قد اشترى هذه السلعة بأكثر من الثمن من أجل الحيلة، من أجل أنه يأخذ من المشتري زيادة، رفع الثمن علشان يأخذ من المشتري زيادة. نعم. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم أو تبين أنها السلعة اللي باعها بالتولية أو باعها بالتخبير، هذه السلعة التي باعها بالتخفيض إنما هي منفردة، ما شراها منفردة، شاريها مع بضائع أخرى بقيمة واحدة، قال هذه ثمنها 100 ريال، هو يظن أنه شاريها منفردة ب100 ريال، بينما هو شاريها مع سلع أخرى، شاريها مع سلع أخرى ولم يبين هذا للمشتري. لا شك أن بيع الجملة يختلف عن بيع التفاريد، ولا بين هذا للمشتري. نعم. أضاع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. نعم. ولم يبين ذلك في تخفيضه بالثمن. نعم. فلمشتر بالثمن، فللمشتري في هذه الصور كلها الخيار، إذا تبين له خديعة البائع له. نعم. فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، دفع للضرر عنه. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به. يلحق بالثمن كل ما تعلق به، كل ما تعلق به من أرش جناية يلحق بالثمن، هذا واحد. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار، في مدة الخيار، أما إذا كانت الزيادة والنقص بعد مدة الخيار هذه لا تلحق بالثمن. نعم. أو يؤخذ أرشا لعيب. نعم. أو جناية عليه، أو يؤخذ أرشا لجناية على السلعة. نعم. يلحق برأس ماله ويخبر به، لا بد من هذا، ما يقول رأس هي علي بكذا ولا يبين اشتريتها بكذا وخذت أرش العيب بكذا، ولا بد يبين ان اصل ثمنها كذا، وانه اخذ ارش العيب واضافه الى الثمن فصارت بكذا. نعم. وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، ليه؟ لانه لا علاقة له بالبيع، اذا كانت هذه الامور جرت بعد لزوم البيع لا يخبر به، لانه لا علاقة له بالبيع ولا بالعقد. نعم. وإن أخبر بالحال فحسن، وإن أخبر بالحال إن هذا بعد ما لزم البيع من باب الصدق فحسن، وإلا ما هو بلازم. نعم. السابع، لأن هذه أمور خارجة عن البيع. نعم. السابع خيار لاختلاف المتبايعين، السابع وهو الأخير خيار يثبت بسبب الاختلاف بين المتبايعين، إذا حصل اختلاف بين المتبايعين ثبت الخيار، اختلاف يكون في الثمن، يكون في صفة المبيع، يكون في الحلول والتأجيل، يكون في أمور، صور الاختلاف بين المتبايعين كثيرة. نعم. السابع خيار لاختلاف المتبايعين. نعم.
فإذا اختلفا في قدر الثمن اختلفا في قدر الثمن قال البائع أنا بايعها بمئة عليك، قال المشتري لا أنا شاريها بثمانين، ولا هنا بينا مع واحد منهما، واحد يقول بمئة وواحد يقول بثمانين، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ إن كانت السلعة موجودة يتحالفا، يحلف البائع إني ما بعتها بكذا وإنما بعتها بكذا، يحلف البائع إني ما بعتها بثمانين وإنما بعتها بمئة، ثم يحلف المشتري إني ما اشتريتها بمئة، ما اشتريتها بمئة وإنما اشتريتها بثمانين، فإذا تم التحالف يفتح البيت. نعم. فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، كل واحد منهما مدعي ومنكر في نفس الأمر. نعم. فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا. نعم. فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. نعم. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. نعم. ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إذا تحالف فإن رضي أحدهما بقول الآخر فالحمد لله، وإن لم يرضى فسخ البيع. نعم. فإن كانت السلعة سالفة رجع. هذا إذا كانت السلعة موجودة، أما إذا كانت السلعة سالفة فهذا يرجع إلى ثمن المثل، لا فائدة من التحالف، يرجع إلى ثمن المثل. نعم. فإن كانت السلعة سالفة رجع إلى قيمة مثلها، إلى قيمة مثلها. نعم. فإن اختلف في صفتها، هذا نوع ثاني من أنواع الاختلافات بين المتبايعين، إذا اختلف في الصفة قال المشتري أنا اشتريتها بناء على أنها جيدة، على أنها من النوع الجيد، وقال البائع لا أنا بعتك هذه السلعة على أنها من النوع المتوسط أو من النوع الردي، فأيضا هذا يحتاج إلى. نعم. فإن كانت فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، إذا اختلف في صفة قال البائع أنا بائعها عليك على أنها من المتوسط أو من الردي، وقال المشتري لا اشتريها على أنها من الجيد، ما اشتريتها على أنها من المتوسط أو الردي، فالقول في هذا قول المشتري مع يمينه لأنه غارم. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، في هذه الصورة انفسخ ظاهرا وباطنا، فلا يحتاج اللي يقول حللني وحلل وما أشبه ذلك، لأنه عقد انتهى وراح. وإن اختلف في أجل أو شرط، اختلف في هذا من أنواع الاختلافات، هذا نوع ثالث، إذا اختلف في الأجل قال المشتري أنا اشتريتها بثمن مؤجل، وقال البائع لا أنا بايعها عليك بثمن الحال، بثمن الحال، نقول الأصل عدم التأجيل حتى كفر، نقول للمشتري الأصل عدم التأجيل، أقبل قول البائع لأنه هو الأصل، وأما أنت تدعي أجل والأجل لا يثبت إلا ببينة، الأصل مع البائع فيقبل قول البائع لأن الأصل عدم التأجيل. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط، أو شرط قال أنا شرط عليك أنك تودي لي هالسلعة إلى محل شريتها منك لكن شرط عليك أنك توديها إلى محلي، قال البائع أبدا ما شرطها، فالقول قول من ينفي الشرط لأن الأصل عدم الشرط. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه،
فيه لأن الأصل عدم. نعم. وإن اختلف في عين المبيع. اختلف في عين المبيع. يقول الباء المشتري أنت بائع علي كتاب المغني. أنت بائع علي كتاب المغني. والبائع يقول لا أنا بائع عليك كتاب المنتهى. كتاب متن المنتهى. اختلف في عين المبيع. نعم. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. تحالف يحلف البائع إن بائع عليك متن المنتهى ويحلف المشتري إنك بائع علي متن المغني لأن المغني أحسن من المتن المنتهى. فإذا تحالف هذا يحلف إني ما شريت المشتري يحلف إني ما شريت منك المنتهى وإنما شريت منك المغني. والبائع بالعكس يحلف إني ما بعت عليك المغني وإنما بعت عليك المنتهى. فإذا تحالف بطل البيع لأنه لا مرجح في أحدهما على الآخر. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده. هذا اختلاف في التسليم. اختلف البائع والمشتري في التسليم. قال البائع أنا ما سلمت سلعة إلا ما تسلمني الثمن. قال المشتري أنا ما سلمت الثمن إلا بعد ما تسلم لي السلعة. بعد ما تسلم لي السلعة. ففي هذه الحالة إن كانت العين موجودة إن كان الثمن معينا فهو في الذمة ما هو دين في الذمة وإنما هو معين شيء معين. ففي هذه الحالة يجعل كل منا الثمن والمثمن بيد طرف ثالث أمين لا هو البائع ولا هو المشتري طرف ثالث أمين فيسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن من البائع حلا للنزاع. نعم. وأما إن كان الثمن دينا فيجبر البائع على أنه يسلم المبيع ويجبر المشتري على أنه يسلم الثمن. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض. نعم. والثمن عين عين يعني معين ثمن معين ما هو دين في الذمة. نعم. والثمن عين نصب عدل يعني طرف ثالث. نعم. نصب عدل يقبض منهما ياخذ السلعة وياخذ ثمنها ياخذ السلعة من البائع وياخذ الثمن من المشتري. نعم. ويسلم المبيع ثم الثمن يسلم المبيع للمشتري ويسلم الثمن للبائع وتنتهي المشكلة. نعم. وإن كان دينا حالا وإن كان الثمن دينا فإنه يجبر المشتري على تسليم السلعة لأنه رضي بتأجيل الثمن فيسلم فيجبر على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إذا حل الأجل. نعم. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر أجبر بائع على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن فإن خيف إنه ما يفي إن خيف إن المشتري ما يفي بتسليم الثمن لأنه مماطل فإنه يحجر عليه في ماله حتى يسلم الثمن. نعم. ضمانا لحق البائع. نعم.
وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. نعم. وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع. حجر عليه في المبيع يعني منع من التصرف في المبيع حتى يسلب الثمن. نعم. وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. وإن كان حتى يسلب الثمن. وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسق. إذا كان المشتري معسر بالثمن فللبائع الفسق دفع للضرر عنه. نعم. فللبائع الفسق ويثبت الخيار للخلف في الصفة. هذا سبق إذا اختلف في الصفة سبق إلى القول أنه يتحالف. نعم. ولتغير ما تقدمت رؤيته. نعم. فصل. وبهذا انتهت أقسام الخيار السبعة. نعم. وبانتهائها ينتهي الدرس في الدروس في هذا الفصل، فإلى الفصل الثاني إن شاء الله في بداية رجب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا الفصل في أحكام القبض، قبض المبيع، قبض المشتري للمبيع. قبض معناه استلام المشتري لما اشترى، وهو يختلف اختلاف المبيعات. وذلك ينحصر في ثلاثة أنواع: أولا بيع المكين والموسر، ثانيا بيع ما لا ينقل كالأراضي والدور والبساتين، الثالث بيع ما ينقل كالحيوانات والبضائع، السيارات. المبيع لا يخرج عن هذه الأقسام. أما النوع الأول وهو المكيل والموزون، كالحبوب والثمار التي تكال أو توجد، فهذه يحصل قبضها بالخيل إذا كان المشتري ما اشتراه أو وزنه مع النقل، بالخيل والوزن مع النقل، يعني ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري. فإذا اشترى طعاما بالخيل فإنه لا بد أن يكتاله ولا بد أن ينقله من مكان البائع إلى مكان المشتري ثم يتصرف فيه. هذا النوع الأول. نعم. ومن اشترى مكيلا ونحوه نحوه كالموزون والمعدود والمزروع
هذا كله مثل المسلم. نعم. صح ولزم بالعقد. صح البيع ولزم بالعقد ما لم يكن هناك خيار، لكن لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه. قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فلو اشترى مكيلا او موزونا ثم باعه قبل ان يحفظه قبل ان يستوفيه فالبيع غير صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. لا يصح تصرف المشتري في المكين والموزون والمعدود والمزروع حتى يقبضه بالكيل او بالوزن او بالعد او بالزرع مع نقله من مكان البايع الى مكان المشتري، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، وذلك من اجل ان تنقطع سلطه البايع على المبيع وتتم سلطه المشتري عليه. اما ما دام المبيع في حوزه البايع فانه له سلطه عليه ولا يتمكن المشتري منه. نعم. وان تلف قبله فمن ضمان البائع. ان تلف قبل ان يقبضه المشتري فانه من ضمان البائع، يتلف على البائع لان المشتري لم يقبضه. نعم. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. إن تلف بآفة يعني إن أتلفه متلف، إن أتلفه متلف من البشر هذا سيأتي حكمه، لكن هنا إذا تلف بآفة سماوية، والآفة السماوية هي التي لا صنع للآدم فيها، وذلك كالبرد والبرد والصواعق وغير ذلك، فهذا لا صنع للآدم فيه وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهذا يبطل فيه البيع لأن المشتري لم يتمكن منه فيكون تلفه على البائع. نعم. إن تلف بآفة، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. بطل البيع يعني ارتفع العقد وكأنه غير موجود لأن المشتري لم يتمكن منه ولم يخرج من عهدة البائع. نعم. وإن أتلفه آدمي. أما إذا أتلفه آدمي بأن أحرقه أو غرقه أو ما أشبه ذلك، فإن كان هذا الآدمي هو البائع فهو من ضمانه لأنه هو الذي تعدى عليه، ويطالبه المشتري ببدل. وإن كان أجنبيا، المتلف أجنبي، فإن المشتري يخير بين أن يمضي البيع ويطالب المتلف
ببدله، وبين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن. وإن أسلفه المشتري فهو من ضمانه. يعني فالآدمي إما أن يكون البائع، وإما يكون المشتري، وإما يكون أجنبي. نعم. وإن أتلفه آدمي غير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة مطلفه ببدله. هذا مجمل، لكن التفصيل هو ما ذكرناه. إذا أتلفه آدمي فلا يخلو ما يكون البائع، فهو من ضمانه وللمشتري أن يطالبه ببدله. وله أن يفسخ، وإما أن يكون المشتري، فالذي أتلفه هو المشتري، فيكون من ضمان المشتري ويلزمه تسليم القيمة للبائع. وإن كان أجنبيا له ما هو البائع وله المشتري، فللمشتري الخيار بين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدله، وبين فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن. والبائع يطالب المتلف، البائع يطالب المتلف بما بضمان ما أتلفه. نعم. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة مسلفه ببدله. نعم. وما عداه يجوز. ما عداه، انتهينا من المثيل والموزون. ما عداه على قسمين، إما أن يكون من الأملاك الثابتة التي لا تنقل، كالأراضي والبساتين والعقارات والبساتين، فهذه قبضها بالتخلية، لأن يخلى بين المشتري وبين، يسلم المفتاح ويقال له هذه هي الدار، أو هذا هو الدكان الذي اشتريته، أو هذه هي الأرض التي اشتريتها، فإذا مكن المشتري منها فهذا هو القبض، فهذا هو القبض، لأنه لا يمكن قبضها إلا بهذا، بالتخلية، بمعنى أن يمكن المشتري من السيطرة عليها. أما إذا كان غير، من غير الأموال الثابتة، بل هو من الأشياء المنقولة كالحيوانات والأقمشة والأغذية والحيوانات والسيارات والآليات، فهذه بيعها يختلف اختلافها. ما كان يعد فبعده، وما كان ينقل فبنقله. نعم. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ما عدا المكيل والموزون يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لتمام ملكه عليه، لأن الحديث إنما جاء بالطعام، أنه لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وما عداه يبقى على الأصل، ولكن القول الثاني أن كل شيء مثل الطعام، كل المبيعات مثل الطعام، لا بد من نقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، كالحيوانات والسيارات والمعدات، فإذا اشتراها فلا بد
أن يخرجها من مكان البائع إلى مكانه هو، فإن تلفت قبل أن ينقلها فهي من ضمان البائع لأن المشتري لم يقبضها. هذا هو القول الثاني. نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما دام أنه لا يفترض قبض المشتري له ويصح تصرفه فيه قبل قبضه فإنه من ضمان المشتري إذا تلف. ولكن كما ذكرنا لكم القول الثاني وهو الصحيح أنه لا بد أن ينقله، وما لم ينقله فإنه لم يقبضه قبضا تاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أي إلى منازلهم. ولا شك أن هذا أضمن وأضبط وأبعد عن النزاع، وأيضا يقطع طمع البائع فيها، لأن البائع ربما يبدو له فيحاول إفساد البيع بكل وسيلة، إذا رأى المشتري قد ربح أو أن السلعة مطلوبة فإنه ما دامت في ملكه وفي مكانه يحاول أن يفسد البيع بكل وسيلة. أما إذا أخذها المشتري ونقلها فإن البائع تنقطع علاقته فيها وتكون تحت سيطرة المشترين. لا شك أن هذا أقطع للنزاع وأتم لتمكن المشتري، فإذا حاجها المشتري إلى رحله فهذا أضبط. نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. نعم. فإن منعه من قبضه فإنه من ضمان البائع لأن المشتري لم يستلمه. نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك. هذا النوع الأول، لذلك يعني بالكيل أو الوزن أو العد. نعم. وفي صبرة وما ينقل بنقله. وفي الصبرة وهي الكومة من الطعام، إذا باع عليه كومة من الطعام صح البيع، ولكن لا يصح تصرف المشتري فيها حتى ينقل الطعام من مكان البائع إلى مكان المشتري. نعم. وما يتناول بتناوله. وما يتناول باليد، يؤخذ باليد في الأشياء الخفيفة، فقبضه بأخذ المشتري له بيده. نعم. وغيره بتخليته. وغيره هي الأمكنة وهي الأشياء الثابتة التي لا تنقل في العقارات، بالتخلية يعني بتمكين المشتري منها، لأن يوقف على الأرض ويقال هذه الأرض التي اشتريتها، أو يعطى مفتاح الدار أو مفتاح الدكان أو مفتاح البستان ويقال هذا الذي اشتريته هذا مفتاح، هذه التخلية. نعم. والإقالة فسخ، فتجوز انتهى من القول. الإقالة هي رفع العقد، لو اشترى وقبض وكل شيء لكن تندم، رأى أنه مغبون أو تفكر إلى ما عنده قيمة يدفعها للبائع، فكر فأدرك أنه مغبون بهذه السلعة
غبن جرت به العادة، أما الغبن الذي لم تجري به العادة فهذا سبق أنه يثبت له الخيار، لكن إذا كان غبنا جرت به العادة والمشتري ليس عنده ثمن أو في هذه الحالة يستحق للبائع أن يعفيه من البيع، وهذا ما يسمى بالإيقاف. قوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته فقال الله عثرته يوم القيامة. فإقالة المتنجم فيها إحسان وفيها قربة إلى الله، ولا يلزم البائع أن يقيله، لا يلزمه ذلك، لكن لو فعل هذا من باب الإحسان وأعفاه من البيع فهذا مرغب فيه. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فيفسخ البيع وترجع السلعة للبائع ويرجع الثمن للمشتري، ولا كأنه صار بيع. نعم. والإقالة فسخ. تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. الإقالة فسخ وليست بيعا، ويشترط أن تكون بمثل الثمن، يعني البائع يرد الثمن كاملا ولا يأخذ منه شيئا، ما يقول بشرط أن تخلي لي بعض الثمن. إذا قال تخلي لي بعض الثمن صار بيع، إذا قال أنا بقي لك لكن شرط أنك تخلي لي بعض الثمن يصير هذا بيع، ما يوقف. أما لو قال أقلتك وبعطيك الثمن وتعطيني السلعة ويرتفع العقد، هذه هي الإقالة الصحيحة، رفع للعقد ويرجع كل لماله. نعم. ولهذا قال بمثل الثمن، أو قال أبقي لك لكن أنا بايع عليك الدراهم، أبيك ترد علي بدل الثمن طعام ولا قماش، هذا ما هو مثل الثمن، هذا صار بيع ما هو بإقالة. نعم. والإقالة فسخ، فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. تجوز قبل، ما دامت إنها فسخ تجوز قبل القبض. سبق لنا أنه لا يجوز للمشتري التصرف قبل القبض إلا في الإقالة، هي يجوز ولو لم يقصد، لأنها ليست بيعا وإنما هي رفع للعقد. نعم. ولا خيار فيها، ولا خيار فيها لأنها ليست بيعا، والخيار إنما يدخل في البيع. ولو قال أقلتك ثم قال والله إحنا في المجلس وأنا هونت، يقول لا ما لك خيار، لما أقلته انفسخ البيع ولا لك خيار لأنها ليست بيعا. نعم. ولا شفعة، ولا شفعة لو كان المبيع عقارا فليس للشريك أن يشفع فيها لأنها ليست بيعا، والشفعة إنما تثبت في البيع. فهذه الأشياء من فروع اعتبار الإقالة فسخا، من فروع اعتبار الإقالة فسخا. نعم.